أنا بسوريا بانياس الساحل، إجت قذيفة بأول بداية الحرب، والطرفين أول ما بلشت تشتعل الحرب الطرفين أنه يقولوا أنه النظام يقول الجيش الحر والجيش الحر يقول النظام، يعني المنطقة منا كانت ما ساقطة بإيد حدا، يعني كان بعدها فيها الجيش النظام. نزل عنا قذائف، اتصوبت أنا بشجية بإجري، واثنيناتهم يرموا التهم انه ما عرفنا مين اللي قصف هذه المنطقة، لانه اثنيناتهم بيقولوا انه النظام بيقول الجيش الحر، الجيش الحر بيقول النظام اللي قصف هذه المنطقة. صار في التهبت اجري، صار في غرغرين، عملت عملية لاجري وقصوا لي اياها، دل العظم مكسر، بدي عملية العظم باجري صار مكسور لانه بدها عمليه حتى انه يركبوا لي طرف. انا هونيك ما معي مصاري، ما عادش اقدر اعالج اجري، يعني لا معي عالج اجري ولا شيء. Amir Alsir, de 37 años, perdió el pie derecho por la explosión de un barril bomba en 2012, pero nunca ha abandonado su sueño de volver a caminar como antes. Quiere llegar a Alemania porque se enteró que allí hay una clínica especializada en prótesis. Dejó a su esposa e hijas en el Líbano, a salvo de la guerra, y emprendió un difícil viaje que lo ha llevado a Turquía. Fue víctima de los engaños de los traficantes turcos que tenían que llevarlo en barca hasta Grecia. Sin dinero y sin ayuda, logró una hazaña épica: cruzar nadando el brazo de mar que separa la ciudad de Sesme, en la costa turca, y la isla griega de Kios. Unos 10 kilómetros recorridos abrazadas con coraje y obstinación. Algo particularmente difícil para una persona con una discapacidad como la suya. Cuando llegó a Kios, le pusieron el apodo de Amir Albar, que significa el príncipe del mar en árabe. أنا وصغير كنا نتسبح أول شيء مسافات قصيرة، يعني نحن أهلنا بيشتغلوا بالسمك وهيك كان. كنا نتسبح مسافات قصيرة، وصار كل ما نكبر تكبر معنا المسافات. في بيصير تحدي بين الشباب، يعني أنه مين بيقطع مسافات أطول. أنا اسمي أمير الزير، جيت من تركيا لليونان سباحة على هذه الجزيرة، لأنه بتركيا ما عاش معي مصاري أقدر أكمل، فاخترت انه اجي سباحه كل المسافه، وبلشت من الراس سباحه. لو وصلت على الشط بالطريق انا وعم بتسبح دخت، لانه كانت الدنيا ليل، تقريبا ضيعت المسار. عند وش الصبح بلش يبين معي لوين بدي اتجه بالسباحه، كملتها اخذت معي تقريبا شي 12 ساعه، لأنه أنا بسبح كل كيلو متر ساعة. أخذت 12 ساعة، وصلت على الشاط قابلتني عائلة، شخصين ألمان، وهن اللي جابوني لعند البوليس. البوليس ما صدقوا، المحقق كان شخص هولندي وجابني وتسبحت قدامه وصور أنا وعم بتسبح، يعني حتى يصدق أكثر، أنه ما حدا صدق كيف واحد إجره رايحة وبتسبح 12 كيلو متر. يعني وقت اللي بيكون في موج عالي بنسبح، والبحر بالنسبة لإلي هلأ بعد ما تصوبت وراحت إجري، اللي ما بقدر نفذه، اللي ما بقدر نفذه هلأ أنا وهيك، يعني ما بقدر أمشي، بحس بالبحر بقدر نفذه، يعني بحس أنه مثل كأنه ما ناقصني شيء يعني بالمي.